السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أضفنا حركة وربطنا بين الموديل وربطنا والجدول الزمني بالشكل دوت، بحيث إن العناصر تظهر مع التاسكات اللي موجودة، فأنا عايز الكاميرا في بيرسا تبقى فيها حركة. فهضيف حركة ازاي؟ بكل بساطة خالص، هروح لويندوز وأقول له انيميشن اديتور بالشكل دوت، وهبدأ مثلا هنا، وبعد كده ممكن ان انا اضيف حركة وزوم، وبعد كده اجي هنا واجي هنا برضو في الفوكس تايم بالشكل دوت. طيب وبعد كده ممكن اتحرك كده واعمل زوم تاني واقول له هنا وهنا. طيب هنا بيعملها بانش الطريقة هنا، تعالى نبص كده. لو دوست رايت كليك وشوف، طيب هو بيعملها لاين، ممكن نغيرها الكيرف، وهنا برضو ممكن نغيرها الستيب مثلا. طيب وبعد كده ممكن احنا نغير هنا، طيب بحيث ان احنا لما نيجي نعرض هتلاقي في حركة موجودة مرتبطة بال 4D.